وللحديث عن ظروف اللاجئين حول العالم لا سيما المهاجرين من العراق والشرق الأوسط، معنا من فيينا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا بك سيد ضياء. بداية، وفي اليوم الدولي للمهاجرين يتصدر العراق قائمة الدول بعدد اللاجئين والمهاجرين، من المسؤول عن هجرة العراقيين ومتى بدأت هذه الظاهرة؟ تفضل. بداية تحياتي للجميع وأهلا وسهلا بكم لاستضافتي في هذا البرنامج الكريم ممكن توضيح الأمور اللاجئين ومعاناة اللاجئين. بدأت الهجرة الفعلية للعراقيين والسوريين أو الناطقين بالعربية بداية 2003، تدهورت الحالة السياسية والاجتماعية والأمنية في العراق، ولهذا السبب اضطرت بعض العوائل أنه تسافر خارج العراق لهذا السبب. احنا نعلم صارت الحدث ب 2015 حينما صارت الهجره البحريه، وذكرت في التقرير اللي هو التقرير الموجود عن حاله اللاجئين وموت الكثير من عندهم في 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 البحر وغرقهم في البحر، وبعدين احنا نتذكر الحادث الذي توفى حدود 71 شخص من العراقيين الموجودين في شاحنة مواد غذائية، وهذه الشاحنة كانت متجهة إلى النمسا وفي الطريق اختنقوا خنقا. وأنا حقيقة كنت في هذه العملية مترجم لهذه الحالة الموجودة، وكانت اتصالات لي مع بعض العوائل وكلفت من أستاذ ضياء، يعني لكسب الوقت، كيف أسهم الاحتلال الأمريكي وما تبعه من سيطرة الميليشيات والأحزاب وانعدام مفهوم الدولة، كيف أسهم في هجرة العراقيين لا سيما هجرة الكفاءات منهم؟ تفضل. نعم، هجرة الكفاءات، هم أغلب المهاجرين السوريين والعراقيين هم من ذوي الكفاءات، الأطباء والمهندسين وبعض المهن الأخرى النادرة بالوقت الحاضر بالعراق. في الوقت الحاضر احنا اذا نتكلم على العراق، لان اذا نتكلم في موضوع اخر راح يصير عندنا تشعبات، اذا نتكلم على سوريا وبلدان العربيه الاخرى راح يصير الامور كبيره جدا. انا اختصر فقط على العراق. العراق اخي لا توجد حكومه عراقيه تنتبه الى الحاله الامنيه والحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه الموجود في البلد. الحكومه العراقيه، مجلس الوزراء بما يسمى مجلس الوزراء، هي سفارة الإيرانية الموجودة في العراق، هي تحكم العراق وليس إلا الميليشيات الموجودة، وكلنا نعلم وكل عراقي يعلم الميليشيات مسيرة من قبل إيران، بالفعل من قبل إيران، وهذه الميليشيات هي التي تقتل وتدمر العراقيين وتهرب العراقيين لأغراض سياسية أخرى. إيران لها أطماع بالعراق، وإيران هي مسيطرة على العراق. يعني الاحتلال الإيراني، لا يوجد احتلال أمريكي هنا، الاحتلال هو احتلال إيراني فعليا على العراق. والمسؤول الأول والأخير بما يحدث في العراق هي إيران، وليس إلا. لكن هذه الحالة مع الحكومة العراقية، الحكومة العراقية حقيقة لا توجد حكومة، أنا ما أعتبرهم حكومة عراقية. الذي يحكم بالعراق هم هذول المتحممين الذين كانوا في السابق متسولين في العراق ومتسولين حتى في أوروبا، واليوم هم يحكمون العراق، لا يملكون لا شهادة ولا علم ولا خبرة ولا أي شيء، ناس مجرمين وقتلوا ومزورين ومحتالين، والآن هم يتمسكون زمام الأمور بالعراق. إذا نتكلم على حالة اللاجئين في أوروبا، أنا عندي ملفات كاملة عن حالة اللاجئين في أوروبا. حالة اللاجئين في أوروبا مزرية إلى درجة، حالة اللاجئين قسم من عندهم ينتظرون 5 سنوات، ولحد هذه اللحظة لم تطلع قرار رفضهم أو قبولهم، وحتى إذا إجى رفض لا يوجد تسهيل قصري حسب القانون الدولي، ولكن يمنعون عنهم الضمان الاجتماعي، المساعدات المالية. لكن باعتقادك أستاذ ضياء، باعتقادك في هذا الموضوع الذي تتحدث به، من يقف وراء هذه الحملات وما الغاية منها؟ الحملات التي تحرض ضد العرب والمسلمين من المهاجرين الموجودين في أوروبا، تفضل لك أن تتابع. الأحزاب اليمينية المتطرفة صعدت بالآونة الأخيرة بسبب
انه هذول اللاجئين الموجودين ياخذون المال من عندهم ويكسبون المكاسب، وكل عائله جايه بخمس او ست اشخاص او ست اطفال. يعني هذه المبررات الاحزاب اليمينيه، الاحزاب اليمينيه في كل اوروبا زادت بالانتخابات قبل ما كانت تجي، واستغلوها الناس المتطرفين اليمينيين الذين يكرهون حقيقة يكرهون العرب والإسلام، هذا لازم نتكلم فيها. وهذه الأحداث التي تحدث في أوروبا للإرهابيين الموجودين تشدد وتعين اليمين المتطرف على اتخاذ إجراءات أشد بحق اللاجئين لهذه الأسباب. يقولون شوفوا هذه الأعمال التي تقوم بها الإرهابيين هم من اللاجئين، وفعلا أغلبهم من اللاجئين، بس هذه العملية مبرمجة. والعملية لو نرجع إلى هذا القام في العملية في أوروبا وحتى في النمسا، هو لم يكن رجل متدين ولا يعرف الدين ولا يفقه بالدين، بس قام بعملية إرهابية وقتل الناس. نكتفي بهذا القدر. الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من النمسا، شكرا جزيلا لك.